عنا انا عسل لك يضحك علينا. ادو قدامك يا صاحبي. سيما وسيما شدوا فين عنده اطيح اطلق فوق. السلام عليكم. وكان هذا الدواي ديال عيد العرس، الديكرا ديال عيد العرس صاحب الجلاله نصره الله. حنا ديما كنحتفلوا بهذا الدواي والحمد لله جد ناشطين وشراكة بالمجتمع المدني مع المقاطعه ديال مرسى السلطان اللي كيتعاونوا معنا حتى هما بالجوائز وداك الشيء، تنشكرهم. وبالنسبه للدواي حنا اليوم درنا الدومي فينال وانتصروا الفريق ديال اجيال مرسى السلطان بهدفين لهدف، والحمد لله حنا جد ناشطين وداز الدواري مزيان، داز المباراه مزيانه. ثلاث المباريات اللي دازوا، المباراه ديال الصغار وديال الكادي والمينيم، الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. وكنشكروا الناس اللي حضروا معنا والناس المسؤولين والمقاطعه، والمهم كاع الناس اللي كيتعاونوا معنا كنشكرهم. وان شاء الله غدا غيكون الفينال ان شاء الله، وتنتمناو يكون الحضور كثير ان شاء الله ويكونوا الناس اللي غايجيو يساندونا. وتنشكركم. هاد الكلمه الشعب المغربي بمناسبه الاحتفال بعيد العرس. هو الكلمه ديال الشعب المغربي، احنا الحمد لله جد ناشطين بعيد العيد العرس ديال صاحب الجلاله نصره الله. واش غنقول لك، احنا بكري كنا كنحتفلوا به بالموسيقى والشيخات وبالدقه المراكشيه والمسائل، داك الشيء بحال نقارض شويه، ولكن الحمد لله هذه كل كنقولوا احنا كل وقت ووقتها. كما الحمد لله دابا الوقت تبدلات، ما بقاش كيف ما كان. ناس خصوصا هاد الشباب ديال دابا ما كيحتفلوش بعيد العرس، قليل اللي كيبغى يحتفل، لانهم هما ما عارفينش بحال الناس القدام. القدام هما اللي عارفوا بالقيمه ديال عيد العرس. واش غنقول لك، ديما مغرب وعاش صاحب الجلاله.